ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ هو أن يفعل الإنسان الشيء الخطأ ضد الصواب، هو أن يفعل الإنسان والخطأ هو ضد إيش؟ ضد الصواب. والنسيان ضد الذكر، نسي ضد تذكر، فأن يقع منه الأمر. وهذا أصل في جميع أبواب الشريعة، هذا الحديث أن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فتجاوز الله عز وجل لهذه الأمة وعفى عنها ما يقع منها في عباداتها وفي أمورها من الخطأ الذي هو ضد الصواب، ومن النسيان اللي هو ضد التذكرة، وما استكره عليه. وباب الإكراه يقع في 600 باب من أبواب الفقه. الإكراه قيل: والمقصود بالإكراه والإكراه الشديد الذي يخشى فيه الإنسان على تلف نفسه، هذا يسمى الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا من سعة الشريعة ومن تيسير الله عز وجل على عباده، أنه إذا وقع منهم الخطأ فإنه يعفى عن هذا الخطأ، وإذا وقع منهم النسيان فإن الله يعفو عن هذا النسيان، وقال للسهو سجدتان. وإذا وقع منه أمر أكره عليه فإنه لا يقام حكم على الإكراه، لا يقام حكم عليه. ولكن هم جعلوا للإكراه ضوابط، هذا مفرع في كتب الفروع. قالوا: الإكراه الذي يصبر عليه الإنسان فعليه بالصبر، وإذا كان لا يصبر عليه فعليه أن يجيبهم إلى ما يريدوه منه، يريدوه منه. هذا الذي حصل لعمار رضي الله عنه وأرضاه لما أخذوه وقال له: قل في رسول الله كلاما كذا وكذا وكذا، فقال فيه كلاما شديدا وقال فيه ما يؤدي إلى الكفر. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف تجد القلب؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فنزل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا هو الإكراه الذي يخشى الإنسان معه تلف نفسه، فيجيبهم إلى ما يريدوه إليه، وإن صبر فله جزاء الصبر، كما صبر بلال رضي الله عنه وأرضاه، وصبر خباب وغيرهما من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. الخطأ الخطأ الذي يقع من الإنسان، طيب، هل إذا وقع منه خطأ في عبادة وكان هذا الخطأ يؤثر في العبادة، فهنا يعفى عن الخطأ ويلزم له أن يأتي بالعبادة على وجهها؟ مثال ذلك: إنسان نزل في فندق وصلى إلى غير القبلة خطأ دون أن يجتهد في معرفتها، ثم تبين له بعد أن اجتهد وسأل اتجاه القبلة، فهنا يعفى عن خطأه هذا، لا يؤاخذ به، لكنه يطالب بأن يعيد إيش؟ أن يعيد الصلاة. نأخذ نفس هذا لكن ننزله تصويرا آخر: إنسان ذهب إلى مكان في بر أو في مكان سكن واجتهد في القبلة بكل باب من الاجتهاد، سأل من سأل واستخدم هذه التطبيقات، لكنه فدل على اتجاه معين، فلما صلى تبين له بعد فترة من الزمن أن الاتجاه خطأ، هنا لا يطالب بإيش؟ بالإعادة. والدليل في هذين الصحابيين الذين كانوا في فلات فارتهدوا في اتجاه القبلة وخطوا خطوطا، قالوا: حتى إذا أصبحنا نراها، ولم يأمرهم النبي بالإعادة عليه الصلاة والسلام لمن صلى إلى غير قبلة، لأنهم اجتهدوا أو لأنهم اجتهدا. أما الأول يعيد لأنه لم يجتهد. إنسان عنده مال زكوي ونسي أن يخرج الزكاة سنتين نسيانا، نقول هنا يعفى عنك في ذلك في إثم إخراج الزكاة، لكنه لا يعفيك ذلك عن إخراجها، فهذا يعفى عنك الذنب إن شاء الله عز وجل
لكن الواجب متلبس في ذمتك عليك بماذا؟ عليك بإخراجه. تفضل. وهكذا. وهذا الباب باب عظيم يدخل في جلة فروع الفقه. هذا الباب يدخل في جلة فروع الفقه. بل وإن الله عز وجل يعفو عن الإنسان إن تلفظ بلفظة تؤدي للشرك من غير قصد. والدليل لما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، ولم يقل بكفره، ولم يقل بإيش؟ بكفره، لأن هو كلمة قالها على غير قصد، قالها على غير قصد. وهذا حديث أصل أيها الفضلاء. نعم.